إقليم تيزنيت صانع تقليدي، كنديرو الجلاد و البلاغي، كاين موديلات بزاف في البلاغي. و جينا أول مشاركة في هذا المعرض هذا العام، أول دورة أو أول مشاركة إن شاء الله، في مشاركات أخرى إن شاء الله من قدام. احنا في مدينة تفراوت كنديروا جميع الاشكال البلاغي، من جلد، من جلد معيز، جلد غنم، كاينين كنديروا البلاغي، كنديروا موديلات بزاف. وجينا نشرفوا مدينة تفراوت في هذا المعرض هذا، ان شاء الله نشجعوا هذه الصناعة التقليدية تزيد لقدام، مع كاين تطور. ودابا كنديروا الاشكال والانواع، كاين دابا موديلات ديال الصباط، كاينين موديلات العيالات، كاين دخلنا لهم العقيق، دخلنا لهم بزاف من الحوايج باش تقدم الصناعه الامام ان شاء الله. عند قدام تعاونيات تزنيت، كلشي المجموعات تزنيت، الاقليم كله تزنيت. عند قدام التعاونيه نحن كنينيت بيو بلسام، نتقدم التعاونيه ببولسان. المهم نكري المنتج على خير كدايقه، المهم الحمد لله على خير ذاتي فول كي يقا ما حيستفاد بنادم. نتشكر كل الجميع اللي حاضر مع الصاد، جميع كل اكادير تيزنيت، كل شيء كل ما دي حاضرن. المهم نتمنى التعاونيه تكين تفوس حفوس تخدمنت باش تبين مزيرة نسندر، تبين الاقليم تيزنيت ولا كل شيء النواحي ولا. المهم الخير هاد نكني حيت عجابي فولكي المعارض هكا دركيسنا يستفاد بنادم. المهم التكون، المهم كل شيء الخير هاد دركيس يستفاد بنادم. ديكم معك حوريه بوشوك، رئيسه تعاونيه املال الفلاحيه سموكا. كان المنتوج ديالنا هو اريكان، املو دلوز، املو كاوكاو، سكسو، مواد تجميل، زيت اللوز، زيت الجنجلان، زيت اريكان تجميل، الاعشاب الطبيه والعطريه. كيفاش جاتكم المشاركه في هذه الدوره؟ المشاركه مزيانه بحال هذه الدوره، بين لنا النتيجه الا كتعاود شحال من خطره غتكون الفائده، لان الحمد لله المنتوج شويه تحرك، المنتوج كاين اللي كيشري. الدوره مزيانه احسن من قبل، معرض بزاف وجاني زوين، فيه جميع الملابس ديال التقليديه ديال تيزنيت، وكاع داكشي اللي كيقدموه زوين، وعجبني بزاف السهره المسائيه اللي درتو اليوم. ما تنساوش ديروا ابوني لاشين وتفعلوا زر الجرس.